بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار المواد الغذائية على غرار البقوليات، قامت التعاونية والحبوب والخضر الجافة بولاية تيارت بفتح نقطتين لبيع كل من مادتي العدس والحمص بالتعاونية المتواجدة وسط المدينة بسعر لا يتجاوز 120 دينار للكيلوغرام الواحد، وهي العملية التي استحسنها المواطن بالولاية. زميل طاهر بن يمين رافق العملية وعد لنا بالتالي. بعد طلب الوسائل لمادة البقوليات تم فتح نقطتين بيع على مستوى بلدية تيارت هنايا على مستوى الإدارة، نقطة خارجية للرجال ونقطة هنا في محل داخلي للنساء، والكمية تاع البقوليات متوفرة بأسعار جد معقولة. مادة العدس 100 دينار، مادة الحمص 120 دينار، إقبال واسع تاع المواطنين والعملية سارية. كاين إقبال كبير من عند المواطنين على مادة البقوليات خاصة في الفصل هذا، مع العلم أن المحلات تاعنا فاتحين على مدار سنة، إلا أن هذه الفترة لاحظنا إقبال كبير. هذا الشيء اللي راه أدى بنا أننا نفتحوا نقاط واحدة أخرى على مستوى الفروع تاعنا. الكمية متوفرة وين تكفي حاجيات الولاية وحتى الولايات المجاورة إن شاء الله. الحمد لله يا ربي، رانا جينا هنا صرنا الحالة رخيصة الحمد لله، كل عدس كل حمص حواني توكي راهم شاويين الغلا حتى ما تعمش، بصح هنا صرنا رخيص الحمد لله. عند هنا تاع الدوله راه مليح شريناه والحمد لله 12000 والعدس 10000، رحمه ربي. في الحواني تاع 25000 يدير القليل ما يعيش. هذه مليحه، هذه لينا تساعد القليل. علاه هذه مليحه تساعد القليل اللي ما عندوش؟ يعني انا شريت المره اللي فاتت وعاودت هذه المره، لا لا الحمد لله، مشيت المرة اللي فاتت وعاودت انا جيت صطيه مليح للحمص العيس رحمة ربي. رانا هنايا في الويسي تاع ولاية تيارت، راهم هنايا يبيعوا في البقول الجافة بسومة معقولة، سومة يعني سومة تبارك الله. اوليو باش الحمص راهم يبيعوا فيه برا ب 35 30 32، راه هنايا بسومة كاع يقلل يشري كاع يقلل ياكل. العدس راه يبيعوا فيه هنا ب 10000، الحمص يبيعوا فيه ب 10000، والناس الحمد لله كاين تنظيم هنايا اليوم قايمين هنا تاع الويسي هنايا الحمد لله قاع قايمين، قاع الناس تعيش وقاع الناس تاكل بسومة معقولة.